فاز زهير القحطاني اليوم بحزام الشرق الأوسط للوزن الخفيف الاتحاد WBC عقب تفوقه على الكويتي عمر الدوسري، وذلك في ميدان الدرعية ببداية انطلاق نزالات الهواة التي تسبق نزال الدرعية التاريخي بين جوشوا وجونيور. طبعا المباراة الكبيرة وتحدي كبير اليوم في نزال الدرعية التاريخي اللي راح يمكن يبدأ بعد قليل. طبعا توقيت النزال جاء ليتوافق مع الشبكات الدولية لنقل الحدث، وراح تكون على الساعة يعني هذه الساعة 9 مساء بتوقيت غرينتش، حتى يضمنون مشاهدة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية تناسب توقيتهم. طبعا حضر قبل قليل الاستعدادات لهذا النزال، جاتنا لقطات لحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز متواجد في كواليس هذا النزال، نشاهد أمامنا في مقصورة كذا زي الشرفة تطل على المكان هذا أمامنا اللقطات.